هناك مشاهدينا وجه آخر من وجوه الخير لدولة الكويت في الخارج. ينضم إلينا من الأردن مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل غيث الرقاد. غيث صباح الخير، ما هي أوجه الدعم الكويتي للاجئين في الأردن؟ صباح الخير وصباح الخير على جميع المشاهدين. نعم، حقيقة العمل الإنساني الكويتي وأوجه الخير الكويتية لا تتوقف ولا تنتهي حقيقة. وإذا ما تحدثنا عن المملكة الأردنية الهاشمية والدعم الكويتي للمملكة خلال استضافتها للاجئين السوريين، نجد بأن من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب هؤلاء اللاجئين وإلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة الكويت. عندما نتحدث عن الدعم الإنساني الموجه للاجئين الفلسطينيين والسوريين وكل من هو لاجئ على أرض الأردن، كانت الكويت صادقة بعهدها ووعدها. الدول العالمية لم تلتزم والمجتمع الغربي لم يلتزم مع الأردن تجاه أزمة اللجوء السوري، ولكن كانت الكويت على قدر المسؤولية وكانت تحاول أن تدعم بشكل ملتزم سنويا لدعم هؤلاء اللاجئين، خصوصا وأن الأردن يستضيف أكثر من 1,300,000 لاجئ سوري. وربما أنا يمكن أحد الشواهد على هذا الدعم وعلى هذا الخير وما لمسناه داخل مخيمات اللجوء، خصوصا وأن أكبر مخيمات اللجوء هي موجودة في الأردن، فكانت الكويت حاضرة بكل قوة داخل هذه المخيمات من خلال المراكز الصحية ومن خلال القرى النموذجية ومن خلال كفالات الأيتام ومن خلال العديد من أوجه الخير التي تقدم دولة الكويت على الصعيد الإنساني. نحن نتحدث عن نهج متجذر في كل كويتي حقيقة. هذا العمل الإنساني الذي أرسى دعائمه قيادة الكويت منذ مئات السنين، وكان واضحا وبدأ واضحا حقيقة في هذا العمل الميداني لدولة الكويت. أيضا كان هناك مخيمات عشوائية، هذه المخيمات في المنظور الإنساني لا ترتبط بأي مؤسسة إغاثية دولية، ولكن استطاعت دولة الكويت أن تصل لهذه المخيمات العشوائية حتى تدعمها، لأنه بالأخير زي ما بنحكي بالعامية بأن الكويت حاضرة في الميدان لأنه بهمها الإنسان، وهذا حقيقة ما لمسناه من خلال المساعدات اللي لم تنقطع منذ بدء الأزمة السورية. حقيقة كانت الكويت ملتزمة بتعهداتها تجاه اللاجئين السوريين، وكانت ملتزمة أيضا بإيصال هذا الدعم المباشر. كذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا هي كانت تعاني في الفترة الأخيرة، وخصوصا مكاتبها ومنشآتها في المملكة جراء انقطاع الدعم الغربي عن هذه المؤسسات التي تخدم طبقة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. فكانت الكويت أيضا ملتزمة بتعهداتها بتقديم الدعم للأونروا، الدعم السنوي التي أعلنت عنه وبقيت ملتزمة بهذا الدعم. عندما نتحدث اليوم عن العمل الإنساني وعن الدعم الإنساني لدولة الكويت، هو التزام بتعهدات دولة الكويت، وهذا المهم في هذا العمل الإنساني. اليوم حقيقة المجتمع الغربي أدار ظهره وانشغل بعدة قضايا بعيدة عن موضوع اللاجئين. نحن نتحدث عن أكثر من 1,300,000 لاجئ في الأردن، هم يشكلون ضغطا على البنى التحتية للمملكة الأردنية، ويشكلون ضغطا على التعليم وعلى المياه وعلى العديد من القطاعات. وكان هناك التزام من دولة الكويت بهذا الدعم ولم ينقطع حقيقة. وهذا النهج رأيناه من خلال المؤسسات الإغاثية المختلفة التي لا يخلو أسبوع إلا أن تكون موجودة على الأرض الأردنية لدعم الأردن ولدعم هؤلاء الأشقاء اللاجئين من مختلف الجنسيات وعلى مختلف، بدون النظر لأي دين، بدون النظر لأي اتجاه، بدون النظر لأي طائفة، ولكن النظر فقط باتجاه العمل الإنساني وتحقيق دور الكويت لهذا العمل، وهذا حقيقة ما لمسناه على الأرض الأردنية. نعم، مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل غيث الرقاد، شكرا جزيلا لك.